قديس يوحنا الذهبي الفم يقول السيد المسيح جاء ليعلمنا ويضع في أذهاننا هذه الأمور في أذهان. إيه هي الأمور ديت؟ إن إحنا إنه يجعلنا مفيدين لأعدائنا كما لأصدقائنا. مفيدين لأعدائنا كما لأصدقائنا. مين اللي هيعلمنا كده؟ المسيح. عشان أوصل للمرحلة إن أنا أصلي لعدوي، أصلي للي يسيء إلي، أنا عندي مراحل لازم أعدي عليها. مراحل لازم أعدي عليها. إيه؟ لازم الأول أنا زي ما كنا بنقول من شوية أقدم توبة وأحب نفسي. أحب نفسي إزاي؟ أو أبص لنفسي إن أنا أخلص بنفسي، أقدم توبة لربنا. قدمت توبة وصلاة، صلاة ودي أهم حاجة، صلاة وتوبة ووسائط نعمة. تدرجي في في في, في وسائط النعمة ده هيوصلني لحتة أبعد شوية. إيه هي؟ حتة الاحتمال. قدرت احتمل هوصل لحتة. هي عاملة زي الدرجات بالظبط، زي الدرجات وزي السلم. كل ما بطلع السلمة بطلع للسلمة اللي بعديها. النهاردة قدرت أقدم توبة وتغلبت على نفسي، هقدر أتغلب على الصعوبات اللي حواليا. قدرت أتغلب على الصعوبات اللي حواليا، هقدر أعلى مرتبة شوية أحب عدوي. قدرت احب عدوي، ده انا هقدر اخدم واصلي للناس كلها. صحيح. مش هقدر يعني ما خلي بالك، اوقات كتير قوي احنا بنقع في مشكله كبيره. ايه هي؟ ان احنا نجيب الوصيه احبوا اعدائكم واروح حاططها قصادي واقع اتخبط في. لا، ربنا ما قالش كده. ربنا مدينا السكه ومدينا الطريق واخدنا واحده واحده. السيد المسيح لما قابل الست السامريه ما قالهاش انت زانيه وبتزني. صحيح. لا، قالها بكل رئه يعني النهارده بتدرس الحوار بتساعد المسيح. قالها الذي لك معك ليس لك. يعني كلمات في منتهى الرئه. يعني لما يجي دكاتره علم النفس كده ويقعدوا يشرحوا ويفسروا ازاي كان بيحافظ على احاسيسها، السيد المسيح خدها من الخطيه، من القاع، من إنسانة زانية بقت تبشر باسم المسيح وتخدم. درجها في الـ في الـ عشان خلاها تحب نفسها، خلاها تحب نفسها. يعني هو ده مهم. احترمت نفسها. احترمت نفسها وحبت نفسها. حسيت ان انا ليا قيمه، والانسان اللي بيحس انه ليه قيمه ده بيخلي ان هو انا محبوب، انا مقبول، فاقدر ابشر واقدر قيمتنا في المسيح اللي جوانا. صحيح.